اسلام احمد هيقول لنا برضه تشكيلته المثاليه حتى هذه اللحظه في كاس العالم. اتفضل يا استاذ اسلام. البدايه طبعا هي بونو، انا متفق معاه، بس انا طبعًا اللقطه الاهم بالنسبه لبونو بالنسبه لي هي قبل مباراه بلجيكا، لما كان حاسس ان هو تعبان وطلب ان هو يخرج عشان ما يكلفش فريقه تغيير، وفي نفس الوقت ما ياثرش على الفريق. انت تخرج في اول دقيقه او دقيقتين دي لقطه، لا يعني هي. يعني بعيد افضل بكتير من تصديات ركلات التغيير. ومنير محمدي كمان نزل وعمل مباراه كبيره، ممتازه طبعا. في الدفاع ثلاثه بس، يعني يمكن الدفاع هيبقى مختلف شويه. اشرف حكيمي طبعا هيبقى موجود على اليمين، طب ده يعني مش محتاج ان انا اشرح يعني. في الدفاع دومفريز بصراحه عمل برده مع هولندا، عمل شغل حلو، عامل شغل ممتاز، بس حكيمي برده عشان شايل. في النص في هاري ماجواير، يمكن ده اختيار مثير للجدل شويه، بس هو فعليا هاري ماجواير عامل بطوله كويسه او لا يعني شويه، بس في نفس الوقت هو بيرد على اللي كان بيحصل فيه من اول الموسم. لا هو ناس، هو مش اختيارك سليم لماجواير عشان ماجواير فعلا عامل بطوله كويسه، بس ما هو ما تردش على حاجه، عشان هو يستاهل اكتر من كده 14 مره. راجل بشجع مانشستر يونايتد فبعاني مع الراجل. انا لما بشوف، انا ما شفته اصلا في التشكيله الاساسيه لانجلترا زعلت، فاهم؟ بغض النظر مش عايز انجلترا، لا هو مكون ثنائيه كويسه جدا مع جون ستونز، فبالتالي هي مساعداه بشكل كويس، علما ان لسه انجلترا ما لعبتش حد تقيل. يعني دي حاجه انجلترا لما تلعب فرنسا بقى نبقى نحكم على مجموعه. بس تمام، ربنا يستر عليه. المدافع الثالث سيو هرنانديز. سيو ما بداش اساسي في البطوله، وكان لوكاس هو اللي هو اخوه بدا على حسابه كظهير ايسر، وكمان سيو اصلا معروف دايما ان هو هجوميا افضل بكتير منه دفاعيا. انا نسيت والله. فسيو عمل تيو عامل ممتازه جدا، وخصوصا فكره ان انت تلينك اب مع امبابي وهو كمان مجرب مع لياو، وفكره ان الظهير الجناح اللي قدامك ما بيرجعش. لا فهو ممتاز جدا فيها، خصوصا ما بداش اساسي. حلو. في خط الوسط في خمسه طبعا، ليونيل ميسي موجود ده اساسي، انطوان جريزمان واحد من اللعيبه اللي يمكن مش واخد حقها في البطوله، واحد من اكتر اللعيبه اللي صنعت فرص في كاس العالم في الوقت لغايه دلوقتي. برونو فرنانديز طبعا عامل بطوله ممتازه جدا مع منتخب البرتغال. جود بلينجهام لعيب خط وسط انجلترا عامل برضو بطوله ممتازه جدا، خصوصا ان دي اول بس بطوله كبيره. سفيان مرابط ماليش دعوه، وسفيان مرابط طبعا هو انا سايبه اخر واحد، لان هو كده كده لازم هيبقى موجود. ماشي. في الهجوم عايز ده وانا بصراحه انا عايز اقول لك حاجه بدون قطع اسلام، انا بحب نور الدين مرابط اخو سفيان اكتر من سفيان والله. لان نور الدين هو اللي نفس الستايل بالمناسبه، بس الشراب كان نازل زي فيرون. صح، شراب صغير كده زي فيرون. فنور الدين مرابط، سفيان مرابط، الكره المغربيه، احنا لسه في الفصل كنا بنتكلم انا وانت على اللي حصل 86. صح. ومباراه البرتغال طبعا، بادو زاكي وعزيز بودربالا وكل كل المجموعه. كمل بقى تشكيل في الهجوم طبعا، هيبقى كيليان امبابي هداف البطوله، ده شيء يعني مفروغ منه، وجنبه هاري كين. انا بشوف ان هاري كين واحد من يعني مع الوقت بقى بيتطور بشكل رهيب جدا، مش عارف فكره ان انت مهاجم تسعه وبتسجل بس، لا انا بطلع بره ال 18، بعرف اصنع فرص، بعرف اوقف المنتخب كله على رجليه، بعرف اغير بكل دفاعات المنتخبات اللي بتقف قدامي ما بتقدرش تتعامل معايا. فلا فهاري كين يستحق ان هو يكون موجود مع كيليان امبابي في خط الهجوم. حلو. فكده 3 5 2 حلوه التشكيله قوي، اي نعم هي هجوميه قوي. بس حلوه قوي. هاتوا لنا التشكيله يا جماعه بتاعت اسلام بقى لو جاهزه معانا، نعرض دلوقتي عشان اقول خبر عاجل ومهم جدا دلوقتي. ياسين بونو واسيو هرنانديز ومجاير واشرف حكيمي وسفيان مرابط وجريزمان وبلينجهام وبرونو فرنانديز وميسي ومبابي وهاري كين، هو دي تشكيله اسلام. اسلام مين مدرب؟ هتفق برضو مع محمود تيتي، يعني تيتي مدرب مخضرم كبير، هو عارف هو ماشي ازاي مع البرازيل طول السنين اللي فاتت ديت، ومن قبل حتى ما يبقى مدير الفني للبرازيل، فهو مدرب عظيم جدا في البرازيل وليه قدره يعني بصراحه. يعني عايز اقول حاجه بس، هي مالهاش علاقه بالتعاطف، مالهاش علاقه بالتعاطف يا محمود والله، بس اللي بيعمله وليد الرجراجي في البطوله ديت فوق الخيال بشويتين ثلاثه. راجل بيستلم المهمه من شهر ونص، راجل خبراته اصلا التدريبيه مش كبيره، بقاله 8 سنين مدير فني، راجل بيتحدى بس حقق في الثمان سنين دول انجازات بالجمله، ارقام وانجازات مع الفتح ومع الدحيل ومع الوداد مع كل حاجه. بس فكره هو ملهم. تظهرت من العدم، او مش من العدم عشان برضو ما بقاش بقلل منه، لا تظهرت فجاه وبقيت حامل طموحات كل شعب المغرب، خصوصا ان كمان المنتخب كان وصل لمرحله من الانقسامات بطريقه رهيبه. صح. سواء من اللعيبه الاداريين وقفل ملف زياش ودخوله جوه المجموعه والخروج من قصه مصطفى حجي نفسه والمدرب والمساعد لخليلوزيتش واللي مشي والمشاكل اللي حصلت مع حمد الله والاجواء. صح. كلها طيب.